بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. يعني فعلا سورة البينة فيها معان عظيمة، ثم بينت مآل الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أنهم في نار جهنم خالدين فيها ولو كره بلا الفضل وأمثاله، ممن يقول الأبله الذي يظن أن الله لن يدخل الجنة إلا المسلمين، والعياذ بالله كفر والعياذ بالله. هذا الكلام يستتاب منه، يعرف أن هذا خلاف نصوص القرآن، وأن الكفار من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم كلهم اخترعوا اختراعات. يقول لك معقولة الناس اللي اخترعوا لنا الاختراعات نفعت البشرية يخشوا النار؟ شيء عجيب والله. يبقى اللي اخترع القنبلة الذرية ما ينفعش يخش النار هو الآخر. ده أمر عجيب أن اختراعات الدنيا تكون هي المانع. والقرآن يقول العمل الصالح، وكيف يكون صلاح مع تكذيب القرآن وتكذيب الرسل الكرام واتهامهم بأنهم يفترون على الله الكذب؟ كيف يكون هناك عمل صالح مع الشرك؟ ما سمع ولا علم قط إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك يقتضي، كلمة مشرك يقتضي أن يعلم أن الله موجود. إن هم كلهم يقول لك المؤمنين بوجود الله، يفتكروا أن الإيمان هو الإيمان بوجود الله. هذا يعني كلام عجيب. كيف الشرك يقتضي أن يجعل مع الله ندا، أو يجعل الله ندا، أشرك بالله، جعل مع الله شريكا، إذا أقر بوجود الله. فكيف يجعلون الإيمان هو إقرار بوجود الله؟ الإيمان بالله هو توحيد الله. قد قال الله عن أهل الكتاب الذين يؤمنون بوجود الله ووجود الرسل ووجود الكتاب، لأنه مش هيسمى أهل الكتاب وهو إيه؟ لا ينتسب لكتاب. قال إن قال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والله يعني تعجبت أن واحدة زي منى الشاذلي هي اللي ترد وتقول ده بيشكك في الثوابت القطعية من الدين. في الحته دي بس بيقول لي كويسه، فاقول له في الحته دي بس، بس كتبت على صفحتها حاجه فعلا. والله هذا معلوم من الدين بالضروره، ان من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يكون مؤمنا؟ اللي بيشهد بالايمان انه يخش الجنه رغم تكذيبه للرسول صلى الله عليه وسلم يبقى ما شهدش ان محمد رسول الله. اللي بيقول البوذي اللي عمل اختراع هيخش الجنه، ولا الهندوسي اللي عمل اختراع ولا عمل خير للبشريه هيخش الجنه؟ غاندي مثلا عابد البقره هيخش الجنه عشان عمل في شعبه تحرير ونحو ذلك؟ يبقى لم يشهد ان لا اله الا الله. يعني بيقول يعبد الله، كل يعبد الله ويؤمن به على طريقته. اهو غاندي بيؤمن به على طريقته في عباده البقر، وكان زعيم محبوب من شعبه وساهم في تحرير شعبه من الاحتلال. يبقى غاندي مؤمن بالله عز وجل، يبقى انت ما شهدتش ان لا اله الا الله، لان دي قضيه وفي منتهى الوضوح والبيان. ونص القران ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. يبقى ازاي تقول ان هم خير وهم اصلا؟ اما احتجاجهم بالايه إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهي تتضمن الرد عليهم، لأن قلنا من آمن بالله واليوم الآخر، وربنا ذكر اللي كفروا من أهل الكتاب أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. والعمل الصالح شرط فيه الإيمان، لأن الله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. طب هم مشركين ولا مش مشركين؟ ولا كفار بس؟
اسمع، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. نص واضح. وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. طب يعني لو قال مثلا أن ربنا واحد لا شريك له ونزه عن كل حاجة هو محمد مش رسول الله، إذا كافر برضه؟ لو قال أن الله واحد لا شريك له، واحد قال لي منهم كده، قال لي طب افترض يا سيدي على مذهب إريوس، مع أن مذهب إريوس انقرض تماما. إريوس ده اللي هو مش حكيت لكم الحكاية دي الأسبوع اللي فات، واحد أحد العلمانيين اللي بيتكلموا في هذا الباب، واللي بيقول ان انتوا تفتكروا وانت عايز تحصر الايمان في المسلمين بس. فاحد المشايخ قال له قطعا، فقلت له تريد ان تثبت الايمان لمن كذب محمدا صلى الله عليه وسلم؟ وقف قبل ما يفكر، فقلت له يبقى انت كده ما شهدتش ان محمد رسول الله، ولو انتوا بتثبتوا الايمان لمن يقول ان عيسى هو الله يبقى انتوا ما قلتوش لا اله الا الله، انتوا عايزين تقولوا الله اله بس، مش عايزيننا نقول لا اله الا الله. ده قدح في اصل التوحيد، في اصل الكلمتين شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اي لا، ما اثبتش الايمان لمن كذب الرسول، لكن اللي يفترض ان هو على مذهب إريوس وبيقول ان محمد رسول بس مش هتبع الاسلام. وفي الحقيقه والله باجماع المسلمين هو كافر، ان لو قلت ان محمد رسول الله بس للعرب بس، فهو صلى الله عليه وسلم الذي في القران الموحى اليه ان انت بتصدقه بقى بزعمك، قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا. وهو عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. فهذا الأمر، الآية التي ذكروها إن الذين آمنوا، الذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فله أجر عند ربهم، هذه في من صدق الرسل. ولم تبلغه دعوة الرسول الذي بعده، عشان كده قلنا اليهود الذين كذبوا عيسى صلى الله عليه وسلم وقد علموا دعوته هو كفر. الذين قالوا عن مريم أنها زانية كفر. الذين قالوا عن المسيح أنه ابن زنا كفر قطعا ويقينا. ومن من اليهود، طب مين اللي في اليهود اللي في الآية اللي زي ما قلنا ما بلغتهمش دعوة المسيح؟ طب ازاي ما سمعوش؟ ايوه سمعوا، بس سمعوا انه بيقول انه هو ايه، إله، خصوصا الكتاب لم يكن منتشرا. على فكرة الناس ما عرفت الإنجيل والتوراة من خارج الأحبار والرهبان إلا في العصور المتأخرة، كان أمر مكتوم، نادر جدا من يعرف الكتاب الذي أنزل. فعندما يسمعون من النصارى أن دينهم هو عبادة المسيح، فإذا كفروا بذلك لم يكونوا قد كفروا بالمسيح. فالمسألة أن الذين آمنوا من اليهود هم الموحدون الذين لم يقولوا عزير بن الله، لأن قالت اليهود عزير بن الله ده طائفة منهم، بدليل وجود طائفة موحدة اللي هي إن الذين آمنوا والذين هادوا ولم يكذبوا عيسى صلى الله عليه وسلم ولم يعتقدوا في مريم البهتان العظيم، وإنما كفروا بما يقوله النصارى عن المسيح ولم يطلعوا على غير ذلك. وأما النصارى فالموحدون منهم الذين لم يقولوا عيسى هو الله، الذين يقولوا إن الله هو المسيح مريم، ولم يقولوا إن الله ثالث ثلاثة، ولم يقولوا عن مريم أنها إلهة، ولم يكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. كان في طائفة موجودة قبل بعثته عليه الصلاة والسلام موحدة، بس كانوا قليل جدا، بقايا الاضطهاد الذي تعرض له الموحدون. وده مسجل في تاريخهم، إن إريوس كاهن كنيسة الإسكندرية الذي عقد من أجله مجمع نيقية الأول كان يقول بأن المسيح مخلوق، وهذا كان عامة من حضر المجمع، قول من عامة من حضر المجمع في القرن الرابع الميلادي، لما تنصر قسطنطين بني القسطنطينية وأراد أن يعرف ما عليه هذه الديانة، فاختلفوا عليه اختلافا هائلا، فجمع أكثر من 2000 من الأحبار والرهبان في من أجزاء العالم من الكنائس المختلفة لبحث ما سموه في التاريخ المسيحي بدعة إريوس، بدعة إريوس الذي يقول بأن المسيح مخلوق، ومع أنهم كانوا الأكثرية إلا أن الذي فصل في الأمر كان هو قسطنطين.
فحسم الأمر لصالح 300 وكسر 300 وزيادة قليلة من أصل أكثر من 2000 من الرهبان والقساوسة في أرجاء العالم، ولم يكن هذا عن دليل ولا عن يعني إثبات ل يعني صحة هذا من الكتاب، بل هم الذين حددوا ما يقبل وما يرفض. في هذا التاريخ الأول في 300 سنة الأولى كان هناك أكثر من 70 إنجيلا متفرقة في الأرض. هؤلاء في هذا المجمع قرروا أن المعتمد من ذلك فقط 4، وأضيفت عبر المجامع بعد ذلك رسائل من رسائل الحواريين وأتباع الحواريين إلى الكتاب المقدس، وإلا لوقا لم يكن من الحواريين بل كان من تلامذتهم، ومرقس كذلك، إنما متى ويوحنا هم المنسوب إليهم أنهم من الحواريين. وألغيت الأناجيل الأخرى ومنعت، ولذلك في نسخ من الأناجيل موجودة في متاحف عندهم وفي مقراتهم، نسخ كثيرة من الأناجيل مكتشفة في حفريات وفي كهوف مختلفة كثيرة جدا عن النسخ التي بين أيديهم، كثيرة جدا في من العهود الأولى. ولذلك نقول كان في هذا العهد في زمن ما قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام طائفة من النصارى يوحدون الله، وكان منهم النجاشي، وما طريقته الذين أسلموا معه حينما تلا عليه جعفر رضي الله عنه آيات سورة مريم، فقال والله ما يزيد عيسى على ما ذكرت مثل هذه، وأخذ شيئا يسيرا من الأرض، قالوا لا يزيد على ما ذكرت، وبكى. وفيهم أنزل الله قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إذن هذه الآية في من يؤمن من النصارى بالقرآن إذا سمعه فيكون وصفه بأنه نصراني باعتبار ما سبق، كما قالت حفصة وعائشة خشينا عليك من هذه اليهودية، عن مين؟ عن صفية، باعتبار ما كانت عليه، وإلا فقد أسلمت رضي الله عنها، فهذا باعتبار ما كان، أو أنها في الموحدين من النصارى الذين لم يكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم أو لم تبلغهم دعوته، ماتوا قبل بعثته وفي نفس الوقت كانوا على التوحيد. أما من كان قد بلغه التوراة اللي هو العهد القديم عند النصارى يسمونه العهد القديم، أو بلغه الإنجيل الذي بين أيديهم حتى وسمع فيه قول المسيح عليه السلام المذكور المبثوث فيه فقال بعد ذلك إن الله المسيح ابن مريم، فهو كافر مشرك بالله، لأن كلمات التوحيد في الإنجيل أضعاف ما يحتمل أن يفهم منه التثليث، يعني ألفاظ التثليث ليست واضحة، ألفاظ ألوهية المسيح التي يحتجون بها تحتمل تأويلات لا تحصى، وأما نصوص التوحيد الصريح في أن عيسى يعبد الله لا تحصى كثرة تصريحا، وأن الله إلهه يقول إني أصعد إلى إلهي وإلهكم، هو أصعد بيقول إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم، هي طبعا تعريف في الترجمة، هي أصلا إلى ربي وربكم، وصعود المسيح نحن نتفق على ذلك معهم. والحقيقة أنهم أنا بقول لي تحريف، بل هو في الحقيقة دل على بطلان عقيدة فيه، لأنه هو قال أبي وأبيكم، يبقى الأبوة دي إيه؟ يبقى زي بعض فيها، يبقى الأبوة دي هي أصلها معناها الرعاية ومعناها الربوبية الرب المصلح، ولكن حرفت إلى الأب كما يفعل كثير من الناس. لكن على أي الأحوال صرح بقال وإلهي وإلهكم، عندهم أنه قال المسيح عليه السلام إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته، لا إله إلا الله عيسى رسول الله، كلام من على لسان المسيح صلى الله عليه وسلم، اللي يبلغه ذلك ثم يقول عيسى هو الله يبقى خارج من ملة مشرك قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم.
فإذا أضيف إلى ذلك الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم انضاف كفر فوق كفر. أنا أدعو من يخالف ذلك إلى أن يقوموا لله مثنى وفرادى ثم يتفكروا. والله والله خطر عظيم عليهم. من يصحح إيمان من يشرك بالله ويقول إن الله والمسيح ابن مريم أو إن الله ثلاثة، أو من يكذب محمدا صلى الله عليه وسلم، أو من لا يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو كافر. ولكن لكثرة الجهل نقول تأملوا النصوص أولا. أنا لا أعني تكفير شخص بعينه، لم أجلس معه، ولكن أقول هذا القول كفر بواح لا قفاء فيه، وهذا لا يشك فيه يعني مسلم بل عالم، والحمد لله أن الأمر قد انتشر انتشارا عظيما. أما الصابئين والصابئون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين فهم الذين يعبدون الله ويوحدون، ليسوا عبدة النجوم والكواكب كما قد تقرأ في بعض كتب التفسير. الموحدون منهم الذين يعبدون الله، وإن لم يكونوا يتبعون كتابا معينا، وإنما يذكر أنهم يتبعون دين إبراهيم. وأما الصابئة بالاصطلاح المعاصر ممن يعتقد في ألوهية النجوم فلا نزاع في شركهم وكفرهم قبل البعثة النبوية وبعدها، والله أعلى وأعلم. الصابئون المقصودون في القرآن هم الموحدون. الصابئة الموجودون في العراق الآن وفي بعض مدن إيران وتركيا، هؤلاء من الكفار بإجماع المسلمين، لأنهم يعبدون النجوم، نعوذ بالله من ذلك. مسألة الجهل بقى دي يبين له فيها أن اعتقاد أن عبادة غير الله يعني يحتاج إلى تأمل فقط، يتقال له لا إله إلا الله تعني نفي الألوهية عن غير الله، تصحيح إيمان من يعبد غير الله، لأن الكلام المنشور بيتقال فيه إن عباد الأصنام وعباد الأوثان اللي قدموا خير للبشرية وبيعملوا حاجات كويسة يبقوا هيخشوا الجنة هم كمان، وسب لأهل الإسلام جميعا حين يقول الأبله الذي يعتقد أنه لا ندخل الجنة إلا المسلمون. في زمانك هو معلوم الدين بالضرورة. أنا أصبح عندي يعني احتمال في هذا، لكن حقيقة الكلام كفر بواح. أصبح عندي شك في أن المسلمين جميعا يعلمون هذا. أصبح هناك قطاع كبير بسبب أكاذيب من يتكلم في هذا الباب طيلة 30 عاما مضت في وسائل الإعلام، حتى بعض المنتسبين إلى الاتجاهات الإسلامية وبعض الشيوخ يدلس عن في هذا. ها؟ لا البقى أزهر الحمد لله بينها، الشيخ علي جمعة بينها وجزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا. وأنا صراحة أدعو شيخ الأزهر والمفتي وكل علماء الأزهر إلى أن يقولوا قولة واضحة، حيث أن الأمر قد انتشر. من قلبك؟ آه والله. يعني أنا بقولها من قلبي فعلا. إن هذا الأمر نصر للدين. أنا أقول جزاه الله خيرا فعلا. الشيخ الطيب لما تكلم في هذا الباب وبين كفر من كذب محمد صلى الله عليه وسلم وكذب القرآن وقال إن الله والمسيح ابن مريم، جزاه الله خير. كذا الشيخ علي جمعة، جزاهم الله خيرا. ولا بد أن يبين للناس أن كلمة مشايخ الأزهر لها كلمة ووزن خطير عند الناس. ولذلك بيان أنه لن يعني اعتقاد أهل الإسلام في أنه لن يدخل الجنة إلا المؤمنون، إلا المسلمون الذين لو في حد في العالم لم تبلغه بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وكان موحدا على دين موسى أو على دين عيسى، يبقى أنا داخل فيه. إن الذين آمنوا والذين هدوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لو أنا أقول لو في حد ما سمعش عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما عرفش بعثة عيسى صلى الله عليه وسلم من اليهود، ولا أن عيسى كان بيقول إيه، ولا بلغوا التوراة ولا الإنجيل ولا القرآن، وهو على دين موسى موحدا، يبقى ناجي.
عند الله. لو في حد في زماننا على دين المسيح موحد يقول عيسى عبد الله ورسوله ولم يسمع بمحمد صلى الله عليه وسلم قط ولا بالقرآن، يبقى ناجي عند الله. لكن أين هذا أخبرونا؟ هل يوجد هذا في البشر الآن؟ ده في القطب الشمالي يؤذن بالأذان الحمد لله، وفي القطب الجنوبي، قارة القطبية الشمالية قارة القطبية الجنوبية، أنا أعرف أنه يؤذن فيها بالصلوات الحمد لله. في قارات العالم كلها في كل مكان يؤذن فيها بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ورفعنا لك ذكرك صلى الله عليه وسلم. أكثر إنسان على وجه الأرض يعني عرف اسمه وشهرت دعوته فالرسول صلى الله عليه وسلم. يجعل الله عز وجل حتى ما يريدون به كيدا للإسلام يجعله الله سبحانه وتعالى سببا لانتشاره وظهوره، حتى العمليات اللي هي مخالفة يجعلها الله سببا لظهور الإسلام. يعني زي أحداث سبتمبر دي مخالفة لما جاء به، بس بتبقى يجعلها الله سببا، مش مع سببا لمعرفة الناس بهذا الدين، مش مع ذلك الناس تعملها عشان الناس تخش، لا. لكن أنا بتكلم إن هم يريدون كيدا فالله يكيد كيدا. معلش يا شيخ على كده، أنا بشرح في الليل لما روح القداس وقال أنا زي زيكم، أنا مكشوف منكم، أنا ما أعرفش، أنا أسلم جدي أسلم ما أعرفش أي زمان جدي أسلم ما أعرفش. أظن أن سمعته؟ من يقول أنه ليس يوجد بينه وبين النصارى فرق إلا أن جده قد أسلم لأسباب لا يعرفها، ولكنه يدافع عن التثليث ويقول أن الأقانيم الثلاثة توحيد، أن هذا ليس بمسلم قطعا وهو نصراني باعترافه. سورة البينة فيها آيات عظيمة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان لا يحصل إلا بأن يؤمن بالبينة، بالرسول يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. أما أن يكذب القرآن ويكون مؤمنا، نعوذ بالله.